وينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح. مصطفى أهلا بك، تفاصيل أكثر ربما حول هذا الاجتماع ومخرجاته، والاجتماع ربما انتهى في 6 من مساء اليوم، تفاصيل أكثر مصطفى. يعني بالفعل هو اجتماع استمر لمدة تزيد عن 6 ساعات في مدينة شرم الشيخ المصرية. هذا الاجتماع والذي عقد بدعوة مصرية وبرعاية إقليمية دولية شملت أمريكا والمملكة الأردنية ومصر لتهدئة الأوضاع والمضي قدما نحو تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا الاجتماع والذي يعد استكمالا للاجتماع السابق والذي كان قد عقد في مدينة العقبة الأردنية في 26 من شهر فبراير الماضي. هذا الاجتماع والذي نتج عنه عدة نقاط هامة. ربما فقدنا صوت زميلنا مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من شرم الشيخ، وكان مصطفى يتحدث عن مخرجات اجتماع شرم الشيخ والذي ربما تم برعاية مصرية أردنية أمريكية للتوفيق والتهدئة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك والجميع بالطبع يتوقع التصعيد، لكن ربما جاءت معطيات البيان الختامي تدعو للتهدئة، لكن الأمر ربما في هذه المرحلة مرهون أكثر بالتنفيذ على أرض الواقع سواء من الجانب الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني، وربما أيضا مرهون بالضمانات التي تقدمها الدول الراعية لهذا الاتفاق أو لهذا الاجتماع، وبالطبع الدولة المضيفة مصر على رأس هذه الدول، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي ربما كانت تضغط على الجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر دعوة للتهدئة في الأراضي المحتلة. عاد إلينا زميلنا مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، تفضل مصطفى أكمل ما كنت تقوله. يعني نتحدث بأن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع السابق والذي كان قد عقد في مدينة العقبة الأردنية في 26 من فبراير الماضي. هذا الاجتماع والذي نتج عنه عدة نقاط نستطيع أن نبرزها باتفاق الجميع، جميع المشاركين، على أن الاجتماع يؤكد سعي الدول الخمس على أهمية تحقيق التهدئة وإقرار السلام ما بين الطرفين، الشعب الفلسطيني وأيضا الإسرائيليين. هذا الاجتماع أيضا أكد من خلاله الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على أهمية منع التصعيد واتخاذ أي إجراءات أحادية.